ما شاء الله تبارك الله، هذه من خلطة ولد الشرقية، تهيجي الديكور جنسيا. هذه الخلطة أم العلبة الحمراء، ما شاء الله ما شاء الله على خلطة ولد الشرقية، تهيج الديكور جنسيا. مرحبا مليون خلطة ولد الشرقية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هلل وكبر هلل وكبر. مرحبا بعصفور الحبا، اوه قوية قوية. يا شباب، أمرار وتكرار أنا أقول، اللي يبغى يستخدم خلطة ولد الشرقية لازم يتأكد إنها مجوز، ويكون الذكر عمره فوق السنة والنثية فوق السنة. يا شباب ما يصلح تعطي خلطة ولد الشرقية وهم أقل أعمار من السنة. يا شباب هذه قدامكم، إحنا نستخدم خلطة ولد الشرقية وما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم يا شباب لازم يكون الذكر جاهز، يعني عمره فوق السنة. اوكي يا شباب، ما شاء الله تبارك الله، مباشر مباشر. وهذه الخلطة يا شباب، وهذا قوته الانتاج ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، من فضل الله. ثم خلطة ولد الشرقية تستخدم مدة 10 أيام متواصلة يا شباب، هذه الخلطة. اوكي بوريكم بوريكم، بس ان خلطة ولد الشرقية ممتازة جدا حق هذا. شوف وين هذه بيضة ما شاء الله، هذه أول بيضة. زين ما شاء الله، هذا الجوز اللي وريتكم إياه عنده ثنتين، متزوج ثنتين اللي مساعي يلقحها. وهذه ما شاء الله قطوا 3 بيض ما شاء الله، شفتوا هذا الفحل اللي هنا، وما شاء الله بريكم الإنتاج اللي داخل هنا. نقول ما شاء الله، طبعا هذا هولندي ما شاء الله، تحت تقريبا 6 أو 5 شفتوهم يا شباب، من فضل الله. ثم خلطة ولد الشرقية تهيج الديكور جنسيا، تقريبا 6، 1 2 اوكي. هذا وريتكم الانتاج، ما ادري اذا هذه هنا، شوف في نثية داخله بس ما ادري اذا كانت بترمي او لا، خلنا نشوف. بسم الله، تقريبا هذه للحين ما بعد ترمي، توها طالعه من الحضانه. اوكي يا شباب، عقبال هذا الكروان، طبعا هذا الكروان يا شباب ما هو جاهز، هذا ما شاء الله جاهز، ان شاء الله بصوركم وهو يلقح النثية باذن الله عن قريب.